غرني بساكب دمعتي، واحرق بنار الحزن كل خطيئتي، واجعل فؤادي في الطهارة مصحفا، واجعل ضياءك في المناظر قبلتي. هي ممنوع من الصرف برضو يعني. بالإيه؟ المناظرة تجوز ولا لا؟ لا، معرفة بأل تجار بالكسر. خلاص أستاذ أحمد يعني هو ممنوع من الصرف في حالة الجر إذا عرف بأل أو جاء مضافا يجر بالكسر، الزمن وجوبا يعني إذا كان مجردا من أل والإضافة. وجوبا يعني ولا جوازا؟ يمتنع جره بالكسرة إذا كان مجرورا معرفا بأل أو مضافا يجر بالكسرة وجوبا. قول له استاذ احمد صلى بقول له بعد منه شكرا. ويجر بالفتحة إذا كان مجرورا.